السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة يوميات بسمة وأم. إن شاء الله يا رب تكونوا كامل لباس وبخير وهانين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم وصفة تاع العيد الأضحى ولا تاع الضيوف ولا أفراحنا، ولا وصفة رائعة وتقليدية. ان شاء الله ما تنساوليش اللايك، جامل دخلتوا جداد معنا مرحبا بكم، ما تنساوناش اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله. هنا اللحم الكميه اللي تكون عندكم طرف زوج تاع الخروف ولا تاع الدجاج الجود من الموجود في العيد الكبير يكون كاين، لايك تاع الخير. نغسلوا المقيطه تاع خل ونشلوا بالماء مليح ونخليه يقطر على جهه. انا عندي شويه برقوق شويه تاع الزبيب، الزبيب شويه الكبير. هنا جبت كوكوط درت فيها واحد 3 مهار تاع الزيت، تحبوا ديروا شويه سمن ديروا، حطوا داك اللحم يتقلى فيه. هنا اللوز غليت شويه الماء وفرغت عليه شويه ماء باش نفسخوه باش نقيوه، نحيوا القشره تاعو والزبيب والبرقوق كل واحد درته وحده، ودرت عليه من ماء حامي باش نغسلهم باش يطيبوا لنا بسرعه. مع الزبيب ما يديش وقت، من بعد تشوفوا نضغط عليه باصبعي تتنحى القشره تاعو بكل سهوله. هذه هي الطريقه، تفرغوا عليه الماء حامي يكون يغلي. شوفوا ساهل باش من بعد نقليوه في شويه تاع الزيت نحمروه. الوصفه نديروها هكا في رمضان في الاعراس في العيد الاضحى. ربي كثر افراحكم، ربي يفرحكم يا رب العالمين. البرقوق درتو وحده، الزبيب ثاني وحده، اللحم نخليوه يتقلى اعطيوه وقت حتى تحسوه تحمر، تحمر في هذيك شويه تاع الزيت. تحبوا ديروا معاه شويه سمن، تحبوا اللحم الا كان فيه ليبه ما كانلاش السمن. نبداو نقلبوه مع كامل الجهات باش يتحمر لنا، شوفوا يعطينا هذا اللون هذا. انا درت لا ملح لا حتى حاجه حتى الاخر باش اللحم ما يديناش وقت بزاف في الطياب. صفيت هذاك الزبيب والبرقوق كل واحد وحده، وتحبوا تفوروهم تشوفونا الطريقه نتاعي كيفاش ندير. كملت هذاك اللوز كامل نقيته، تحبوا ديروا شويه كاوكاو الجود بالموجود اللي كاين. هنا ندير حبه عبصل، حبه بصل بلا ما نقطعوها، ما ندير وحده مع اللحم وحده مع البرقوق. ندير شويه كركم، اللي دير زعفران دير، انا ما نديرش زعفران، ندير شويه كركم وندير عود تاع قرفه وحيده تاع نجمه الارض كيف كيف. تاني في البرقوق ندير عود قرفه وحده تاع نجمه الارض تعطينا ذوق. الزعفران الى عندكم تاع الشعره اللي صحي ماذا بينا، ولا كان هذاك تاع اللون ما كانلاش، الكركم يعطينا اللون ما شاء الله ويجي صحي. خليه يطيب، درت عليه شويه ماء شويه مرصو تاع دهان صغير درتو مع الماء، خليت البرقوق يطيب في الاول. شوفوا الزبيب درتو يفور من الفوق، مانيش حابه يولي لي الحبه كيما تاع العنب. تحبوا انتم تفوروا بالبرقوق بالزبيب، فوروا البرقوق في الاول من بعد الزبيب. هنا الفلفل درتو في الكوشان شوى ونحطيتوه في طبسي تاع الزاجة كنشوفو باش ما يتاكسدليش كي نديرو في بلاستيك، احسن نديرو في الزاج. اللوز فوتو شويه تاع الزيت قليتو، قليت شويه بطاطا تاني باش تجي الكميه تغرم وتجي بزاف، عطاوه اللون اللي نحبوه. هنا حطيت البطاطا مقليه وراني نسقيها بهذاك الزبيب والبرقوق بلاصوص تاعهم وهذاك شويه تاع اللحم تاني فيه لاصوص تاعو تاني. وصفه رائعه ما شاء الله، شاهدكم في الجنه سمحولي. وهذيك حبه البصل نخليوها درناها باش تلقت لنا البنات، نجمو تستغناو عليها. انا نحبها هكا، ندير حبه تاع بصل ونخليها وندير واحد الطرف اللحم. شوفوا ما درت لا في كوشه لا والو، تحمر في الكوكوط. هذا المحمر يجي روعه، يجي طايب يتفتت وحده. هنقدموه للعزيز علينا ولا نديروه في الاعياد، ربي يفرحكم ويكثر افراحكم وربي ينوركم كامل. بارك الله فيكم على اللي راكم تسقسيو عليا دائما. شوفوا نزيدو لاصوص نسقيوها، اللي يحب يسقي اللي يحب ناشفه يخليها ناشفه. دائما نديروا اللوز هكا من الفوق ولا كاوكاو اللي كاين. ما تنساوناش في صالح الدعاء، وربي يجازيكم كل خير وربي يفرحكم ويفرحنا يا رب العالمين. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، اللي عمر ما جربها يجربها في العيد الاضحى ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع يا رب العالمين. والفلفل قشرته وقطعته مربعات، والطماطم درت سلطه بشويه تاع الزيت وشويه ملح، وهكا كانت وجبه كامله. الى الفيديو القادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه. سألت ماما.